تقبل الله صلاة الجميع. بولاية عنابة نشطت المترشحة لويزا حنون تجمعا شعبيا، التغطية لابتسام بجاوي. لست هنا لأقدم لكم وعودا جوفاء، قالت لويزا حنون، بل لأقترح عليكم الإطار السياسي الكفيل بتحقيق تطلعات الأغلبية من خلال انتخابات لا تشبه سابقاتها. انتخابات مفصلية حقيقة، لأنه يا إما نخرج منها سالمين، تخرج بلادنا محصنة وقوية بالمخرج السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتوصل بلادنا إلى بر الأمان، أو إنه إحنا داني نغرق في الفوضى تحت ما يسمى بالربيع العربي، كما غرقت بلدان شقيقة أخرى وما زالت السلسلة متواصلة. أنا عندي الجرأة باش نعرض سياسات اللي تدير القطيعة الفعلية مع نظام الحزب الواحد باش نأسس للديمقراطية الحقة. أنا عندي الجرأة باش نرجع لكم الكلمة باش تقروا مصيركم بيدكم. أنا عندي الجرأة باش ندير القطيعة مع مخلفات التصحيح الهيكلي. جيشنا لازم يكون قوي ومرابط في كل حدودنا ويحمي التراب الوطني، ولكن لا يجب أن يخرج جندي واحد من الحدود الجزائرية به يروح يشارك في حروب لا قتلنا فيها ولا جمل، هي حروب استعمارية. ولكن هذا الجيش القوي لازم يسمع الصديق والعدو أنه اللي يحوس علينا يلقانا. كما وعدت مرشحة حزب العمال للرئاسيات لويزا حنون بإصلاح مختلف القطاعات الاقتصادية للقضاء على البطالة وخلق مناصب شغل حقيقية كما قالت. كلمة لا